عودة مشاهدينا لاستكمال بقية فقراتنا الصباحية. وصلنا وياكم لفقرة ضيف اليوم، واليوم بضيافتنا أحد الناشطين في مجال السياسة للتحدث عن أهم المواضيع. يمكن يفترض اللي تشغل الشارع العراقي هو مصير الموصل، وشلون حنرجع نبنيها من جديد، ومنو اللي حيكون مسؤول هذه المرة عن هذه القضية. الأستاذ عمر سالم، أنا ذكرت أنه هو أحد الناشطين السياسيين. يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ عمر، نور صباحنا. شكرا لك. اليوم إحنا دا نتحدث من شيء حيتأسس باكر إن شاء الله، أو حينطلق تأسس، هو ملتقى شباب نينوى السياسي. شنو ظروف هذا الملتقى، وشنو القصد من عنده، شلون تأسس، ومنو صاحب هالفكرة؟ طبعا بداية كانت الفكرة عند كل الشباب، كل الشباب كانوا يشتغلون، كل واحد بجهة معينة، كل واحد على موضوع معين، كل واحد على فكرة معينة بما يخص العمل السياسي، بما يخص نقد الأمور السلبية الموجودة حاليا في العملية السياسية. فالتقيت بأكثر من شخص من شباب الموصل، كان كل جميع عندهم مجمعين على فكرة أنه إحنا نحتاج ملتقى، إحنا نحتاج اجتماع نجتمع به كلنا، مكان يجمعنا ونتحدث به عن مصير المنطقة. فكانت الفكرة، يعني أنا صحيح صاحب المبادرة، أنا انطلقت بهاي المبادرة، بس أنه هي فكرة الجميع. أنا بالنسبة لي ما أحب أخلي الفضل كله إلي يعني بكل الأحوال، لأن يعني هو الشباب اللي اشتغلت ويانا ومن البداية كانت ويانا على موضوع انه نحتاج ملتقى. وبالفعل شلون اللي عرفته؟ اجتمعتوا عن طريق السوشيال ميديا؟ بالضبط، احنا يعني كل واحد بمكان، بس الكل صاحب يعني نفس الفكره. تجربه من ايام صارت الاحداث بالموصل، فتره الحرب ضد داعش، يعني الشباب اثبتوا وجود ونشاط على طريق السوشيال ميديا، خصوصا الفيسبوك يعني او تويتر. فانطلقت نداءات كثيرة أثناء الحرب، بعد الحرب نداءات الإغاثة أنه فلان محتاج كذا وكذا وكذا، لحد ما وصلنا أنه أكو ممكن نستغل هاي موضوع السوشيال ميديا بموضوع يعني نوعا ما نقدر نجمع بي أفكار زين. فأطلقنا هذا النداء عن طريق الفيسبوك أنه إحنا نحتاج هذا الملتقى، وهذا الحكي قبل أسبوعين مو أكثر طبعا. يعني قبل أسبوع بديتوا بهذا الشيء؟ قبل أسبوعين، يعني 15 يوم أو 14 يوم تقريبا أطلقت هاي المبادرة. وشباب طبعا الكل أكيد هم كانوا متناغمين، واللي ما وصل الفكرة وصلت الفكرة مباشرة. كل واحد من صفحة تتكلم، كل واحد من جهة تتكلم. سوينا الموضوع اللقاء ردنا يكون يعني ماكو تفصيل من تفصيلات الملتقى إلا جميع الشباب مشاركين بيها. فبدينا من بداية الاجتماعات التحضيرية على مستوى الموصل، سوى اجتماعات تحضيرية تقريبا 3 اجتماعات تحضيرية على مستوى مدينة الموصل، اجتماعات تحضيرية أيضا في أربيل، اتصالات مباشرة مع كل الشباب، الكل مسموح لهم يتكلمون، الكل مسموح لهم يطرحون أفكار، لحد ما وصلنا نتيجة أنه راح يكون الملتقى اللي هو راح نعلن به عن طريق قناة سامراء، وهم مشكورين جدا على هذا البادرة. الملتقى راح يكون يوم الجمعة باكر على الساعة 10 الصبح في قاعة ديانة في غابات الموصل. حلو. نعم. زين عددكم مش قد وصل، يعني أنتوا عن طريق السوشيال ميديا تعرفتوا عن بعض، العدد مش قد وصل؟ يعني احنا يعني مو مرة نقول عن طريق السوشيال ميديا تعرفنا عن بعض، وإنما لمنا من الجهود عن طريق السوشيال ميديا، بس احنا موجودين على أرض الواقع وواحد يعرف الثاني. موضوع العدد، احنا سوينا استبيان بسيط، حاليا ما يقارب ال 200 شخص سجل بالاستبيان. طبعا هذا الاستبيان مو وصل للكل، احنا ما عندنا صفحات مموله، احنا ما عندنا المال السياسي، فنشتغل بامكانياتنا البسيطه. فوصلنا انه الاستبيان للحضور، سوينا استبيان بسيط وعلى صفحاتنا تقريبا 200 شخص، فهذا يفترض انه ضعف الحضور راح يحضرون ان شاء الله. يعني الاشخاص اللي وياكم موجودين، الفئه الموجوده، شنو مثلا شهاداتهم؟ اشخاص عاديين او موجودين بهم مثلا اساتذه الجامعات وكذا؟ لو احنا بالنسبه لنا من الطبقه الكادحه، من اقل عنصر او ما اريد نقول اقل عنصر، بس يعني اصحاب الشهادات البسيطه عندهم هم، عندهم غيره على موضوع الشيء اللي صار بمدينه. طبعا اللي صار بمدينتنا، احنا المؤمنين انه كل اللي صار من داعش الى قبل داعش او بعد داعش كلها كانت شغله سياسيه 100%. فلو كان انه هناك تدخل سياسي من الشباب، لو كان هناك مبادره من الشباب حتى من اصغر، ولما صارت داعش اذت الكل، ما فرقت لا بشهاده او كذا. وعليه هسه الانطلاقه صارت من
يعني حتى عندنا بالاستبيان كتبنا انه حملة الشهادة، يعني بالاستبيان اكو فد فقرة الشهادة فد شرط، ما سوينا شرط يعني احنا بس على مود بس حتى تعرفون خيار كتبنا متوسطة، فجتنا اتصالات احنا شنو بس متوسطة نريد بعد اكثر اقل من متوسطة، لان يعني احنا عندنا هم على المدينة يعني نتسلسل الى ان نصل الى موجودين اكاديميين اساتذة جامعات عندهم يعني شهادات اكاديمية بعلوم سياسية وغيرها. حلو. ممكن انه يعني راح نشكل بهل يعني راح يكون طبقتين، خلينا نقول طبقه هي المتصدره والطبقه الثانيه هي طبقه القاعده اللي هي راح تمشينا موضوع الشارع. عمر انتم دا تحكون عن شيء له علاقه بالسياسه، يعني تردون خلينا نقول انه يكون لكم دور بالعمليه السياسيه لاعاده بناء الموصل. مو تتصور انه يعني مستحيل اكو شخص اليوم يفوت في معترك السياسة اذا ما كان منتمي لحزب معين، لان الحزب هو يسنده يدعمه هو يسوي له الدعاية هو يجمعنا يوصل انا عرفته معظمكم مستقلين، تتأمل انه ممكن يكون لكم دور وانتم كلكم مستقلين، يعني ماكو بمعنى اصح ما عندكم ظهر. صح، احنا بالنسبة لنا ما نريد ندخل متفائلين جدا. انا انطيت تسلسل زمني لبعض الشباب قلت لهم احنا يجوز بعد 8 سنوات نقطف ثمار هذا التكتل، هذا بأتعس الاحوال. موضوع انه الا مستقل يشارك بالانتخابات الا منتمين، مو الا منتمين، ممكن انه مستقل ويتحالف ويا قائمه او يصير في اتفاق معين ويدخل الانتخابات. هذا شيء مطروح طبعا، احنا من اول يوم بدينا بلشنا بالموضوع اتصالات من ملايين الجهات جتنا وكذا ممكن انه تدعمنا، بس احنا ما معولين على هذا الموضوع، احنا معولين على موضوع الشباب. يعني موضوع الظهر هذا شيء اذا نفكر به ممكن انه نصل الى بعض الاحباط، بس احنا مؤمنين بشبابنا، مؤمنين بقاعده اللي احنا بدنا نشتغل عليها. ايضا نريد نثقف على موضوع هسه، يعني اكو امور بسيطه جدا بالموصل اللي هي انه ناس مقاطعين العمليه السياسيه من زمان، ناس يقولوا يابا شنو بعد ما تفيدنا تقريبا واصلين لمرحله صاير عزوف عن المشاركه. فاحنا هاليوم في هذا الملتقى باشر، يعني في هذا الملتقى اذا وصلنا نتيجه انه نثقف الناس، انه نقول لهم انه البطاقه الانتخابيه مهمه، انه لازم تشارك، لازم بس نوصل لهم هاي الفكره. احنا بالنسبه لنا هذا انجاز، يعني اكو انقطاع ما بين المجتمع الموصلي وبين الحكومه، يعني صار له فتره من اللي وصلنا لداعش طبعا هذا الشيء. انتوا شنو غايتكم راح تكون بهذا الملتقى اللي باشر تسووها يعني بالمؤتمر؟ انا ذكرت الغايه الاولى انه هو تثقيف انتخابي 100%، انه نوجه كل الشباب. طبعا كل شاب راح يحضر اكيد عنده عائله، عنده 10 اشخاص ياثر عليهم او 20 شخص ياثر عليهم، نوصلهم فكره انه ضروره المشاركه بالعمليه الانتخابيه كانتخاب، مو شرط الا احنا او مو شرط الا بس كانتخاب، ويختار، لان احنا الاوراق اللي تنترك بالانتخابات هاي ممكن تاثر وتروح الاصوات يعني للفاسدين خلينا نقول. الموضوع الثاني اللي راح نركز عليه الثغرات اللي ممكن ايضا موجوده حاليا في موضوع المفوضيه، يعني احنا لحد اليوم ما عندنا تحديث البيانات الناقه في الموصل، ولا ببالهم انه يسوون موعد لهذا الشيء. اكو مجرد اجراءات وحدها تحتاج لها وقت، تحتاج لفتح مراكز، والمراكز لحد اليوم ما انفتحت، اكو اوامر بالموضوع، بس هذا الشيء كله تاخير. عندنا بعض المناطق ايضا في اطرافنا وممكن راح يصير بها بعض الاشكاليات، احنا نريد يعني نوجه الانظار الى هذه الثغرات، بالاضافه الى انه احنا نريد ننزل نعرض للشارع انه احنا موجودين، شباب الموصل موجودين، نوجه رساله بانه احنا موجودين. اليوم شكلنا هذا الملتقى كضغط ضغط من الشباب على السياسيين الموجودين، انه احنا ممكن نشكل راي عام باي لحظه من اللحظات، وممكن نستخدم هذا الملتقى. احنا مو مغيبين، احنا موجودين ونريد دور. هاي الفكره اللي صار. طيب اذا نجحت، خلينا نقول وصلنا للنتيجه، نجحت العمليه كلها وهذا الملتقى لاقى صدى وكان لكم دور بالعمليه السياسيه، اول مطلب حيكون لكم شنو؟ يعني احنا اكيد عندكم خطه يعني مستقبليه، يعني الخطه المستقبليه هذا كلام سابق الاوان وموجودين. احنا نقول خلينا متفائلين، يجوز يعني احنا بالنسبه لنا هسه عندنا جرح كبير بالموصل اللي هو جرح ايمن الموصل، اللي هو هذا الجرح مهدم بالكامل. ايضا عندنا 5 جسور تعمر منها 2 بس كامور ترقيعيه، فنحتاج
ابسط شيء عمليات اعاده اعمار الموصل يعني، اللي هي والبنى التحتيه المتكلفه يعني. يعني هذا هدفنا الاول والاخير يعني، مو نقول الاخير الاول الاولويه يعني. زين، فايمن الموصل احنا كل كلامنا وكل نداءاتنا على ما انتم كمتابعين للعمليه السياسيه ما عرفتوا انه الى الان مثلا صار اكو اتفاق على تعمير الايمن، لو الموضوع هيك سكته والحياه ماشيه بهالطريقه سكته وهسه وهيك الناس حتبقى مهدم الايمن والعالم عايشه على خلينا نقول عمود منا وعمود مننا وبنى تحتيه ماكو بس مضطرين لا ماكو اي خطه وكل العمليات التنظيف بده تصير عن طريق منظمات شيء بسيط تنظيف قصدك الشوارع وشغلات بسيطه انا طبعا يعني شفتها لا مو اعمار نهائي شفت المنطقه شفت الموصل يعني ما لها علاقه لا بتنظيف ولا باعمار ولا باي شيء منطقه مهدمه بالكامل ايضا الجسور نفس الشيء يعني هو الجسور اذا تتعمر ممكن انه يصير امن يعني يربط الايسر بالايمن وكثير من الامور يعني تركت دوائر الدوله يعني بعد الحرب اللي صارت تقريبا نقطع حديثك اكيد ونستأنف استاذ عمر ولكن حنطلع فاصل اعلاني مشاهدينا ونرجع لكم انتظرونا عوده مشاهدينا ولا زلنا ضمن لقائنا مع الاستاذ عمر سالم اللي خلينا نقول صاحب مبادره ملتقى شباب نينوى السياسي وكنا بدنا نتحدث عن اعمار الموصل وهذا هو اهم مطلب وبالفعل هو اليوم هذا أهم شيء يفترض أنه يتسلط عليه الضوء. أنت قلت لي أنه إحنا تقريبا وصلنا ل 200 طبعا شخص. هذا استبيان اللي وصل احنا معولين على اكثر يعني انا يعني باكر بالملتقى حيكون اكو 200 شخص او اكثر او اكثر لانه هذا ال 200 انه لا اشخاص ياثرون عليهم كل شخص ياثر على عائلته يمكن اذا واحد موجود ياثر على اخوه يعني هو حضور فعلي نتكلم عن حضور فعلي انا اعتقد 400 شخص يعني هذا العدد الموجود حتى اللي ما راح يحضر راح يكون معتذر بالموضوع بس اكو متابعين مع يعني انا بالنسبه لي عندنا شباب من الموصل في تركيا في بغداد في فنلندا المهجرين ويانا اهل الموصل مخوليكم لانه انتم تمثلوهم عندهم ثقه بملتقى شباب الموصل السياسي لان انت تعرف اليوم من تحكي بشيء اسمه سياسه صار الموضوع الناس تخاف يقول لك كل من اجى ونهب من على صفحه وراح ودار وجهه وما عرف ايش دا يصير بمنطقته فاهل الموصل متقبلين او مفوضيكم انه انتم تكونوا الممثلين لهم يعني احنا موضوع التفويض الرسمي هذا شيء ما موجود ولا ممكن انه يصير بسهوله خصوصا مع مجتمع مزاجي مثل مجتمع الموصل يعني اهل الموصل صعب انه يعني احنا ما نريد نفتخر بهذا الموضوع هو سلبيه وايجابيه صعب انه يجمعون على موضوع وصار خوف على موضوع مرجعي واحد او على اسم واحد او على قائد واحد واحنا هذا الشيء طبعا خسرنا الكثير احنا من بدايه انطلاق المبادره سوينا قلنا ان الدعوه عامه من اول يوم للجلسات التحضيريه أكدت على موضوع أنه باكر لحد يقول أنتم من وين انطلقتوا أنتم ما تمثلوا غير نفسكم أنتم ما تمثلوا الموصل فتحنا الموضوع للكل يا جماعة كل من يريد يشارك بهذا الملتقى أي شاب يريد يشارك بهذا الملتقى يحسب على شرط أنه من المستقلين يجي يتفضل ويانا حتى يكون هذا الملتقى يمثل جميع الشريحة الأغلب من شرائح المجتمع الموصلي خلينا نقول زين فإحنا ردنا نكسر الحاجز يعني أنا حتى اليوم تعمدت ما ألبس البدلة والقاط أنا أعرف أنه هذا الماشي أنا جتيتي أريد نوصل نتيجة أنه مو بس أهل القوط مو بس أهل الجكسارات يحتون بالسياسة لا إحنا طبعاً إحنا أكثر مو بس بمعنى صح مو المرتاح مو المرتاح واللي ما يعرف شكو بيها للموصل أنا أريد أنطلق من على فكره احنا يسمونه مرشحين الكافيهات يعني ينتقدونا بهذا اي انه دائما تشتغلون بالكافيهات فاحنا لنا الشرف بهذا الشيء وراح نشوف مرشحين الكافيهات شنو راح يقدرون يسوون ان شاء الله اكيد يعني فمن هذا من الكافيهات من الرصيف الثقافي من نشاطاتنا البسيطه جدا راح ننطلق بهاي الثوره وانا اعتقد راح نوصل ان شاء الله ان شاء الله فحبينا نوصل كل هاي الصور انه الموضوع السياسي طبعا احنا عندنا صوت كبير انه يقول لك الصناديق الاقتراع تجي من ايران مقفوله او من امريكا مقفوله انه الموضوع محسوم فيصير احباط ونشوف معظم الناس يوم الانتخابات ما تشارك بالعمليه يوم الانتخابات نشوفهم نعم. موجودين يعني طالعين سياحه غير دوله او صحيح. الاقليم او كذا فردنا نكسر هذا الحاجز نقول لهم يا جماعه اكو امل انه ممكن احنا نقدر نشتغل احنا انه احنا ممكن نغير. احنا نغير
بهذا أكيد. ببساطتنا بقعداتنا هاي بالكافيهات اللي احنا ما عندنا قاعات وما عندنا مال سياسي ومجتمعي ناس بسيطين وبتعاوننا انه السياسه مو حكر على طبقه معينه، خلي الكل يشارك، خلي الكل تتدخل. يعني هاي الغايه والهدف السامي اللي حلو. شنو اهدافكم راح تكون يعني انه مباشر انتم تبدون وتسوون مؤتمر، الاهداف اللي تخلوها شنو او النقاط اللي انتم راسمين؟ انا الهدف الاول عندي انه شباب الموصل كلها تقعد على طاوله واحده تتناقش بموضوع الموصل، بس الطاوله واحده وبمكان واحده ومنطلق واحد. ربما بعد ذلك راح يتكون مجالس عن هذا الملتقى او لجان عن هذا الملتقى، كل لجنه تتخصص. طبعا هذا كلامي انا، مو كلام ما راجع للشباب بي فما اريد اصرح من يمي، بس انا يعني هيك عندي حلم انه يكون لجان من هذا الملتقى. كل لجنه راح تحدد انه لجنه الموضوع اعاده الاعمار اللي على الصحه اللي على كذا، ممكن هاي اللجان تعالج كل قضيه، لان احنا صارنا فتره ننتقد، صارنا كثير نثرثر على الفيسبوك، خلينا نسميها ثرثرة بعض الشيء، ضايج انه المسؤول الفلاني سوى كذا، المسؤول الفلاني. يلا هسه احنا بخطة عملية، بدل ما تنتقد، بدل ما تحكي انه اليوم سوي لك الخطة البديلة، قدر الامكان حاول تعالج. يعني من موضوع الطرح، من موضوع التنظير، اليوم ننطلق الى ارض الواقع. هذا الهدف يعني الاساسي. اتصور الملتقى ما بيعنصر انثوي؟ لا طبعا موجود، لا مستحيل يعني. حلو. يعني موصل، يعني موصل مدينة مدنية ما شاء الله وبها تنوع يعني. إن شاء الله موفقين. الله يحفظكم. أستاذ عمر، ونرجع ونقول إنه الملتقى هو حينطلق باكر إن شاء الله في إحدى القاعات، اسمها قاعة ديانا في الغابات الساعة 10. موفقين إن شاء الله، وأكيد حيكون الملتقى يلاقي صدى أكيد نتمناه ويلاقي قبول من أهل الموصل، وهي دعوة للناس اللي تسمعنا اللي حابة يعني تنضم لكم. أكيد الدعوة هي عامة ومفتوح الملتقى لكل الناس اللي تحب الموصل وقلبها على الموصل وحابة أنه تقدم شيء وتغير شيء. شكرا لتلبيتك الدعوة أستاذ عمر. شكرا أستاذ عمر، نورت صباحنا.